عليكم حبايب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ راح نبدي اليوم بفلوق جديد وإن شاء الله يكون مميز، راح يعجبكم هواية بمفاجآت وأحداث هواية. المهم اشترك بقناتي، روح يشترك. وأول شيء راح نبلش بتغيير السطح، ويلا تعالوا نروح نشوف. يلا هذا السطح مرتبته ومخليها بي تخم قنفات ومسويتها قاعدة وكذا، بس اكو خلل بي اريد اغيره. هاي الكرويته، هذا خيته من الشباك، هذا الشباك كله ينفتح طبعا فما طرع عليهم خربته، اريد اغير مكانها. وهذا عندي هذا الجزء هوسة مسويته مخزن، فاريد ارتبه وراح اشوفكم شلون يصير هو وهذا الجزء الثاني. وهيك صار السطح. هاي النتيجة الأخيرة بعد ما رتبته وعدلته. هاي الجهة ترتيبات بسيطة، مثل الكرويتة جبتها من هالجهة وخليت أغراض الجهال من الملاعيب، وهذا المزدعم منه خليته كان بذيك الجهة متروكة اللي بيها الكراكيب، وهاي قاعدة نفسها بس خليت نشرة ضوئية وصورة اسم الله علقتها. هيجي صار ميز الطعام، كان متروك وفوقها كراكيب، وهذه ذيك الجهة من البلكونة. هيجي صار السطح هيجي يعني، وهاي الجهة سويتها كلش حلوة. الجهاز الرياضة زائد زرع خليته هواية، يعني واحد يرتاح نفسيا بالزرع سبحان الله. ومن هاي الجهة خليت مرجوحة وكرسي استراحة، هم خضار خليت، وزائدا ركن قهوة. هذا الركن القهوة بعده الماكينة القهوة ما جايبتها، ان شاء الله اجيبها. وهيك صار بالاخير. ها من هنا الشباك كله ينفتح و يرجع ينسد. يعني الجو اليوم بي برودة ونفس الوقت معتدل في النهاية. هيك صار، شوفوا شنو رأيكم، حلو صار مو؟ اي اكيد حلو، من يعني عجبني كلش. ذاك البحر شوفونه، ذاك الزراق اللي كأنه اعلى من الامارات، هو هسه من لا ما يبين لانضباب، اذا تشوفون تلاحظون الزراق بنهاية هذا الفرع، هذا الفرع هو بنهايته يصير البحر، بنهاية تبعه كأنه أعلى من الأماير الزراق مالته. شو رأيكم، حلو لو مو حلو؟ تعبي ما راح بلاش. تعبت بس تعبي بنتيجة حلوة صارت. أنا أحب أغير بالبيت على طول، دائما أغير الأثاث، مكانات ديكورات البيت، أجيب شغلات جديدة، فعلى طول أنا إيدي بالبيت ما أوف أبد، يعني أحب هيك الشي. إن شاء الله أنتم حبيتوا. هسه راح أطلع ملابس البنات حتى نطلع نروح البورتانا. نونا 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 قولي هلاو هلاو. كملنا، كملت البنات لبستهم. هاي نونا حضرنا غراضنا وان شاء الله رايحين البورتانة، هناك نسوي مشاوي ونغير جو. هي بورتانا بأيام الجو الحلو بأيام العطل الناس تروح له، سوى مشاوي يعني. هذني البنات كملين واحنا هسه راح نطلع. اي على بنهم بس
جينا البورتانة وصار بينا مقلب مو طبيعي. رحنا قعدنا بالحديقة وماكو ربع ساعة نص ساعة كان تمطر الدنيا مطر مو طبيعي. سبحان الله ما شافت شي مطر. شوف شلون السيول تنزل من الجبل وناس تراكا. وطبعا احنا يا دوب لحقنا السيارة نقعنا مي. شوف شلون صار شلال من قوة المطر سبحان الله. انقلب يعني 180 درجة انقلب الجو. فراح نرجع للبيت وان شاء الله باكر نرجع البورتانة نجي البورتانة. يعني شوف السيول شلون صارت كلش مطر قوي. اليوم وصلتني طلبية اشوفكم مجاني من بيج هنا أنا يمنا اسمه. هاي اول شغلة خل نفتحها نشوفها شنو هي. شنطة طبعا عبالي سودة بس عجوزية بس حلوة. ماركة شو رأيكم؟ هاي طبعا تكبرت الزهر. هاي مو دعاية هاي عجبتني يعني عجبتني فدا اشارككم بها. هاي وحدة هاي تصير مثل لوحة كبيرة بس مجزئة. هذا اللاصق مالتها تلزق بالصورة كل ثلاثة مثل أو كل اثنين وتلزق بالحائط يلزقوها بالحائط. مجموعة الصور هي خشبية عجبتني كلش حلوة. هاي وحدة هاي الثانية مو وحدة. شو صار هاي هم مثل لوحة بس تصير اقسام يعني اجزاء تصير وحدة بصف ولا بس هاي منها. هذا ما شو اسمه ليتشي. بس هاي منها شلعت. شو شلعت؟ يلا هاي الثالثة. هذا بخور بخور حلو. المهم بخور حلوة. هاي صار فطر يمكن هي هيك تتخلى بسندان هي بالاكثر. هاي واحد يخليها سندانة. لا سويتي نونو بعلي بعلي ها سويتي شو ياي سويتي ترى اخذه منك. بعيلي بعيلي نونو نونو شوفوا يلبسونه. لا ايه ونامت نونو تشكليته حبيبة ماما. Thank you.
فيديو فيديو هذا اليوم المشاوي من ايد حسين بطعم الفحم. الله هاي اذا ما اعطيتكم اياه اصلا فحم. شوف الشوشة الحلوة يا روح ماما، شوف شايتي الحلوة. كمل العشاء وسهمكم العافية. رايحين البحر ووراها للسيارة تقولي البيت. يلا رايحين بالسيارات، خلصنا تعبنا اليوم. وفتانة الحلوة يلا شوشة، يلا نونة هم، يلا سادو سادو. وخلصنا الفيديو وإن شاء الله عجبكم، والما مشترك خليه يشترك، ولا تنسونا باللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، كتبونا شنو رأيكم وانتظرونا فيديو جديد. باي.